متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة. ننقل معكم توقعات الحالة الجوية المتوقعة ليوم الغد في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم توقعات الليلة في العاصمة الرياض. توقعات بأن تسود أجواء مستقرة في الرياض مع صغرى بحدود 14 درجة مئوية، تكون السماء صافية بمشيئة الله تعالى، ونسب رطوبة بحدود 30% في العاصمة الرياض. نبدأ معكم توقعات الغد. نبدأ معكم في القطاع الشمالي من المملكة، توقعات بأن يطأ ارتفاع إضافي على الحارة في تلك المناطق لتصل العظمى فيها إلى بداية 30 درجة مئوية، وذلك ملحوظ في منطقة سكاكة وعرعر، كذلك حال تبوك عظمى متوقعة بحدود 30 درجة مئوية مع ظهور تشكيلات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية. توقعات القطاع الغربي في المملكة أيضا المزيد من الارتفاع حتى في هذه المناطق، جدة العظمى متوقعة بحدود 35 درجة مئوية، مكة المكرمة 37 درجة مئوية، المدينة المنورة أيضا في منتصف 30 درجة مئوية، تكون في الطائف أقل بقليل مع عظمى في أواخر العشرينات درجة مئوية مع ظهور تشكيلات من السحب في معظمها من النوع غير المطر. توقعات القطاع الجبلي الجنوبي الغربي بمشيئة الله تعالى، توقعات بأن تكون العظمى فيها ما دون حاجز 25 درجة مئوية في قليل، مع أجواء غائمة جزئيا إلى صحوة، 24 في أبها 23 في الباحة، تلامس حاجز 30 درجة مئوية في منطقة جازان على ساحل البحر الأحمر. توقعات القطاع الشرقي في المملكة، درجات حارة عظمى متوقعة تقريبا حول حاجز 30 درجة مئوية في عموم هذه المناطق، وأجواء صحوة بمشيئة الله تعالى. نختتم معكم توقعات المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، تصل في الرياض 27 درجة مئوية كدرجة حارة عظمى مع ساعات ما بعد الظهر والعصر، في حين تكون في بريدة بحدود 30 درجة مئوية، كذلك الأمر بمشيئة الله في منطقة حائل. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.